الأول من أغسطس من عام 1775، وصل إلى مسقط الرحالة والقنصل التجاري الإنجليزي أبراهام بارسونز، وشاهد في مينائها 34 سفينة حربية تابعة للإمام أحمد بن سعيد، على كل منها 44 مدفعاً وخمس فرقاطات يحمل كل منها بين 18 و24 مدفعاً وبعض السفن الشراعية. نشرت رحلات بارسونز بعد وفاته في كتاب صدر في لندن سنة 1808 تحت عنوان رحلات في آسيا وإفريقيا. الأول من أغسطس من عام 1999 تأسست الشركة العمانية للاتصالات عمان تل، شركة حكومية تمارس نشاط خدمات الهاتف والإنترنت. الأول من أغسطس من عام 2007 شرعت الحكومة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سد وادي ضيقة، والتي تشمل تنفيذ السدين الرئيسي والجانبي بالمنطقة الواقعة بأعلى قرية المزارع بولاية قريات. يهدف المشروع إلى توفير حوالي 35 مليون متر مكعب سنوياً من المياه.